اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده لو تفتكروا الاسبوع اللي فات لما الواحد كان مقضيها في الساحل، كنت كل يوم ارجع انا واصحابي بالليل قبل ما ننام لازم نشغل مسلسل الوصيه، وممكن تكون دي مش المره الثانيه او الثالثه اللي اتفرج عليه، لان مسلسل الوصيه من ضمن المسلسلات الكوميدي اللي هتعيش كتير. ايه سبب ان مسلسل عايش معانا لغايه دلوقتي وهيعيش قدام اكتر، وايه السبب ان انا واصحابي كل يوم لما نرجع بالليل بننتظر اللحظه اللي قبل النوم ونشغل مسلسل الوصية؟ كل ده هنتكلم عليه في الحلقة دي. بس قبل ما ابتدي الحلقة هقول لكم حاجة، بس بعد اذن بتوع افلام، انا اسف الشركة واخدة اجازة الاسبوع الجاي، ماليش دعوة، الشركة المنتجة للبرنامج واخدة اجازة الاسبوع الجاي، الناس كلها عايزة تريح، الناس كلها عايزة تستقنيس شوية الاسبوع، لان احنا هنرجع ان شاء الله وبقوة لحلقاتنا المعتادة والبروفايلات والحبشتكنات اللي انتم بتحبوها. فانا بعتذر لكم يا بتوع افلام، الحلقة اللي جاية على طول هتبقى غالبا فيلم هنيدي، هيكون نزل قالوا 4-5 ايام، فانا هتاخر على الريفيو شويه 3-4 ايام وارجع باول حلقه بفيلم هنيدي، وهتوحشوني جدا والله، وزي ما بقول لكم مش بايدي، بس الناس الصراحه محتاجه ترتاح جدا لان هم بيتعبوا جدا طول السنه، انتوا مش فاهمين ورا الكواليس بيبقى فيه تعب ازاي. وفي خلال الاجازه بتوع افلام احب اقول لكم ان في مفاجاه، في حلقه كده هتنزل مفاجاه في نص الاجازه، يعني في نص الاسبوع اللي جاي باذن الله، هتعجبكم قوي ان شاء الله، مفاجاه جميله كده حلوه يعني، حاجه كده اللي ايوه حاسب يعني. وبعتذر لكم المقدمه الطويله، واتمنى طبعا قبل ما ابتدي حلقه تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا كده بتوع افلام، مسلسل الوصيه يعني الناس اللي ما اتفرجتش عليه فانت بجد فايتك كتير، ولو في ناس لسه ما اتفرجتش عليه ممكن تتفرج على الحلقه، انا مش هحرق لك قوي لان المسلسل ما فيهوش حرق، المسلسل ما فيهوش اللي هو بلوت تويست اللي هو احمد يا كمال انت حرقت لي ليه، يعني لان مسلسل بعنوان الوصيه ففي وصيه في الموضوع. طبعا المسلسل من بطوله الكوميديان اللي انا بحبه جدا 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 اكرم حسني، وايضا الفنان اللي انا بحبه احمد امين. فمجرد ان احنا كجمهور شفنا الاثنين دول مع بعض انهم هيعملوا عمل في رمضان انبسطنا جدا، خاصه ان اكرم حسني كان في ساعتها سنه 2018 كان في البيك بتاعه، وبعديها نزل فيلم مع تامر حسني حقق اللي هو فيلم البدله، طبعا حقق اعلى ايرادات في تاريخ السينما، وايضا احمد امين بعد انتشاره في بلاتو ابتدى يتعرف جدا بالبرنامج بتاعه والناس كلها حبته وبقى محبوب وليه شعبيه كبيره. مبدئيا كده من اول تتر المسلسل تتر بيرقص جدا وجميل جدا، ولو تفتكروا برده يا بتوع افلام المسلسل ده عشان تفتكر قد ايه كان محقق نجاح غير طبيعي في رمضان 2018، اغنية ابو ابو مش بسكوتة ابو ده حدوتة، يعني في ناس والله شفتهم في الساحل حاطين رينج تون لغايه دلوقتي ابو، يعني انا بتكلم بجد. وبالرغم الفنان بيومي فؤاد كان قايم بمشاهد قليله جدا، بس قد ايه كان اكتر من رائع في المسلسل ده، وهو قايم بدور والد ابو اللي هو اكرم حسني، واكرم حسني معاه سمسم، وبعد كده طبعا الوصيه. يعني بالنسبه للناس اللي ما بتحبش حرق خالص خالص خالص، وانت ليه بتقول لي اساسا، فيعني ممكن توقف من هنا. بس اللي انا هتكلم فيه بتكلم ان بيومي فؤاد طبعا توفى من بعد تاني حلقة، وساب لابنه وصية ان هو كان في دار ايتام هو هداها زمان، فهو عشان تاخد ثروتي لازم تشوف تحقق امنية لكل يتيم من اليتامى اللي كانوا موجودين في دار الايتام ده. فطبعا من خلال الثلاثين حلقة بتتعرف على كل اليتامى اللي كانوا موجودين باحداث ومواقف كوميدية اكتر من رائعة. هل ده بس اللي حلو في المسلسل يا ابو حميد؟ احب اقولك ان اكتر حاجة عجباني في المسلسل ده يا جماعة التلقائية البحتة، طبعا تلقائية اكرم حسني واحمد امين مع بعض والمشاهد اللي ما بينهم اللي اكتر من تحس اتنين صحاب قاعدين قدامك وبيتكلموا مع بعض بيناقشوا بعض، واكرم حسني ماسك عليه حوار ابن الدادة ده لدرجه ان يعني فعلا انا اتضايقت لسمسم. ومن مفاجات المسلسل ده بالنسبه لي الصراحه يا جماعه الفنانه ريم مصطفى، قليل جدا قليل، انا بقول لك اهو قليل جدا لما تلاقي بنت حلوه بتضحك، وانا كنت متخوف من الحوار ده، يعني لما لقيت البطله اللي في المسلسل هي ريم مصطفى كنت قايل يا ترى هتبقى كوميدية ولا لا، وطلعت مفاجأة يا جماعة الصراحة. يا جماعة ريم مصطفى بجد يعتبر ده بالنسبة لي أقوى دور ليها، دور شهيطاز العلا أو شاهي عشان هي بتزعل من شهيطاز، في طرد باسم لا 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 شهيطاز العلا جلال. إيه؟ شهيطاز العلا جلال. ما
ولا انا سمعت ده صح؟ كان دمها خفيف جدا ولايق عليها الدور ده قوي، واتمنى ان ريم مصطفى الفتره اللي جايه تشارك في اعمال كوميديه اكتر واكتر. واللي بيفضل يخليك تتحمس اكتر واكتر في المسلسل انك انت بعد ما تشوف اول يتيم مثلا بتتوقع يا ترى اليتيم اللي جاي هيطلع منه ايه، او الكوميديا الموقف هتطلع منه ايه، وهكذا لكل الحلقات. في ناس كتيره جدا هتسالني يا ابو حميد يعني المسلسل مش قالش خالص وما فيهوش اي سلبيات؟ هقول لك مفيش حاجه، ما فيهاش عيب يا معلم. هقول لك ان طبيعي ممكن في نص الحلقات الدنيا هديت شويه عن الاول، وممكن اقول لك ان في ساعات بيبقى في مشاهد ما بين اكرم حسني واحمد امين بحس انها بتطول زياده عن اللزوم، فبعديها تؤدي الى اللي هو لا خلصوا المشهد. بس هرجع واقول لك مسلسل وصيه ممكن دي تكون ثالث مره اتفرج عليه، لان فعلا بستمتع بكل لحظه. ومن الجامد برضو حاجه جامده كده احب اقولها لك للناس اللي ما شافتش المسلسل، المسلسل موجود على اليوتيوب، حاجه بسيطه جدا يعني. مسلسل وصيه الحلقه الاولى هتلاقي كل الحلقات موجوده في اليوتيوب، فدي حاجه سهل العثور عليها اليومين دول، لان انت طبعا عارف يا اما ممكن تلاقيه على النت قديم جدا فتلاقي اللينك مش شغال، او مش عارف هو موجود في بلاتفورم ولا لا الصراحه، بس عامه موجود على اليوتيوب وبسيطه خالص. وطبعا يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بتحبها في المسلسل ده برضو ان مش مجرد اكرم حسني واحمد امين بس هم اللي شايلين المسلسل كله على كتافهم. اه طبعا في حلقات بتبقى كامله ليهم هم لوحدهم واليتيم مثلا التاني، بس اغلبيه المسلسل يا جماعه في ممثلين كتير جدا شالوا، وفي ممثلين جدا متالقين، واتمنى ان انا اشوفهم في ادوار كتيره جدا لان هم اثبتوا نفسهم جدا في المسلسل ده، زي مثلا لبوسة او مرتضى النويري وزهير. الاثنين دول تحسهم شخصيه كرتونيه مش حقيقيين. انت عارف ان المشهد اللي جاي ده هيبقى تافه جدا، وطريقه كلامهم وضحك كفايه، ويفضلوا يقفوروا في الضحكه ويبصوا لبعض ويكملوا ضحك ان هم اشرار جدا وكده، وهم عاملين اللي هو ايه ده احنا الشر اللي في المسلسل. شخصيات زي دي تقلت المسلسل، وطبعا يكفي يعني ده برضو هيفكركم قد ايه المسلسل كان ترند وناجح جدا ساعتها. عرفنا من خلالها الفنان محمد جمعة بشخصية عم ضياء كله رايح. اكتر حاجة تكئبك في عم ضياء ان كل كلامه صح، ما تقدرش تقول له ايه يا عم الهبل اللي انت، ما تقدرش تقول حاجة لان هو كله رايح. هي ديتها مترين في متر، هروح اقعد على الرملة ليه طالما انا هتدفن فيها؟ مش هيحصل كده؟ هيحصل كده، بس ليه يا عم ضياء؟ هو ما حدش يقدر يتكلم معاه كده، هو كئيب جدا. انتوا هتلاحظوا لما بعد ما نجح جدا الكاركتر ده في اول حلقات زودوا ليه مشاهد قدام اكتر واكتر، لان فعلا يا جماعة كان اكتر من رائع شخصية عم ضياء دي بالنسبة لي. واللي اجمد من كده الفنان محمد جمعة الصراحه يا جماعه ان هو ما استغلش النجاح بتاع الشخصيه دي وعملها مسلسل او عملها في اعلانات كتير. كنت حاسس ان هو بعد رمضان استغلها سيكا، بس شوف دلوقتي عم ضياء اختفى تماما وما استغلش نجاح الشخصيه دي وعملها في فيلم او في مسلسل او اي حاجه، فدي صراحه تحترم وشجاعه منه جدا. وبرده عايز اقول لك ان من الادوار القليله الفنان احمد حلاوه ممكن يكون عجبني فيها شويه، وايضا برده بدايه تعرف الناس على عارفه عبد الرسول كدور كوميدي كانت اكتر من رائعه فيه الصراحه. وفي برضو الفنان محمود الليسي لما كان حابب ساره سلامه او عايز يتجوز ساره سلامه، برضو من ضمن الحلقات اللي عجبتني جدا. وايضا برضو محمد فراج لما كان قايم بدور خميس الجاسوس كان برضو من ضمن الحلقات اللي بحبها، يعني في كتير. وطبعا ناس كتير هتسالني يا ابو حميد طب ايه اكتر حلقه او اكتر يتيم ضحكك مثلا؟ احب اقول لك ان فعلا اغلبيتهم كلهم عجبوني، بس ممكن اخص لك مثلا الاب المهزأ احمد فهمي. انا ضحكت جدا، يعتبر من اكتر الفقرات اللي ضحكت فيها جدا الصراحه يا جماعه، وخاصه لما قلد احمد السقا في الاخر، وخاصه مواقفه في التهذيب، ومثلا افيه طلع كده من اكرم حسني. يعني بص انا دي مثلا من ضمن البساطه اللي انا بكلمك فيها، هو راح لابن احمد فهمي قال له انت بتتضايق من ايه ونفسك في ايه وكل الكلام ده، قال له ان بابا انا بدافع عن نفسي عشان بابا وبتاع. فالمدرب بتاع الطفل لسه معدي من قدامه، فاكرم حسني بكل تلقائيه قال له طب ماشي حبيبي انت بتلعب بوكس، ليه بتتدرب مع الفنان حلمي عبد الباقي؟ حاجه بالتفاهه دي، ولما تبص على وش الكابتن تلاقيه نسخه من المطرب حلمي عبد الباقي، حاجه تضحكك جدا. يعني هي دي التلقائيه يا جماعه، وهي ده اللي يضحكك، البساطه اللي هو حاجه تطلع فجاه كده، ايه الحوار ده فاهم؟ وعندك برده من ضمن الحلقات او الفقرات اللي انا كنت بحبها جدا كابتن زبده اللي قايم بدورها مؤلف المسلسل ايمن وطار، انا ضحكت جدا. وظهور مجدي عبد الغني في الحلقات دي ضحكني جدا، تحس دي شخصيه مجدي عبد الغني بجد، يعني اللي هو هم طلعوه بجد. وفي نفس الوقت هتلاقي
مفاجآت. يعني بصوا للناس برضو اللي متحبش الحرق، اقف هنا يعني برضو من ضمن الايتام اللي كان مفاجأة بالنسبة لي المطرب هشام عباس. هشام عباس بيمثل، هشام عباس طالع بدور كوميدي وطالع ان هو مجنون، يعني حاجات بتفاجئ جدا. واغاني اللي في المسلسل برغم ان انتوا عارفيني ما بحبش الاغاني واقحام الاغاني في المسلسلات او في الافلام، كانت بتضحك جدا ولطيفة يعني. بس ده برضو ما يمنعش ان انا ما بحبش، يعني ما نكترش برضو الاغاني في المسلسلات او في الافلام ايا كان. مش احنا الوحيد، بحس ان احنا الوحيد واحنا والهند اللي بنعمل كده، مش عارف ليه. وبرضو من ضمن الحاجات يا جماعه، يعني برضو من ضمن الشخصيات عشان اثبت لكم برضو المسلسل ده فيه حاجات مضحكه ازاي، وبرغم ان ممكن يكون دورهم صغير جدا، شخصيه محمد علاء اكتر شخص محظوظ في العالم، اللي هو يا رب اديني ربع حظ محمد. محمد ده طالع يستفزك بس ان هو عمال يترقى قدامك كده بدون اي، او عمال ياكل بس خلاص كده. اداؤه اكتر من رائع، وكنت عايز اقول لك ان انا بنتظر مشاهده وحياه ربنا بجد، يعني مشاهده حتى مع احمد امين، ومشاهده لما اللي هو حس اللي هو ايه ده انتوا بتحبوني قوي كده بجد، يعني انتوا بترقوني انتوا مجانين، فاهم؟ ايه السخاء اللي انتوا بتعملوه معايا ده؟ انتوا مجانين؟ هتضيعوا فلوسكم عشان تسعدوني انا؟ احنا مجانين. بجد من الشخصيات اللي عجبتني جدا في المسلسل. وعايز اقول لك برضو انا ممكن اكون نسيت شخصيات كتير، ممكن اكون سقطت شخصيات كتير، بس انا حبيت برضو اشارككم التجربه بتاعتي اللي هو لسه متفرج على الوصيه ولسه مخلصه الاسبوع اللي فات لما كنت في الساحل. بس حبيت افكركم بالمسلسلات الكوميديه اللي احنا محتاجينها كتير. يعني ايه اللي يخلي مسلسل سنه 2018 بتفرج عليه دلوقتي، وايه اللي يخلي مثلا مسلسلات كوميديه نزلت سنه 2020 او 2021 ممكن ما اتفرجش عليها دلوقتي؟ ممكن ب100 وش استثناء، لكن مثلا قليل جدا. يعني فكر كده معايا، هو ده سؤالي ليك بتوع افلام عامه. اخر 10 سنين حط لي اكتر 10 مسلسلات كوميدي ضحكوك جدا. يعني برضو استكمالا لنوع الحلقات دي، انا بفكر الحلقه اللي جايه لو اتكلمت عن نوعيه المسلسلات دي هتكلم عن رجل العناب مثلا. رجل العناب ده برضو من ضمن مسلسلات اللو كواليتي جدا، والبادجت بتاعتها قليله جدا، بس عايشه معانا لغايه دلوقتي. يعني انت فعلا لو انت بتتفرج على مسلسل دلوقتي في 2021 عمرك ما هتزهق برضو من رجل العناب. وبرضو عشان ما انهيش الحلقه احب اقول لكم برضو ان اخراج هذا العمل كله هو اخراج المخرج الجامد جدا ككوميدي خالد الحلفاوي، اللي يعتبر اخر اعماله برضو مع ايمن وطار وكريم عبد العزيز نادي الرجال السري، ومسلسل دنيا سمير غانم بدل الحدوته 3، وايضا فيلم حسن الرداد زنقه ستات. فهو مخرج جامد جدا في الكوميدي. هل انتوا مع فكره ان الوصيه الجزء الثاني يتعمل جزء ثاني من الوصيه؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، على حسب ان في اشاعات كتيره بتتقال خلال الفتره اللي فاتت ان هم عايزين يعملوا جزء تاني، ولا نفسكم تشوفوهم في عمل مختلف، ولا عمل كل واحد لوحده؟ سيبوا رايكم تحت في الكومنتات. بس احب برضو اوجه رساله هنا، اكرم حسني واحمد امين جامدين جدا يا جماعه الصراحه. اتمنى ان هم يعودوا وبقوه في رمضان اللي جاي او في افلام كتيره خلال الفتره اللي جايه. وبس يا بتوع افلام، اتمنى طبعا في نهايه الحلقه، اتمنى طبعا الحلقه تكون عجبتك والفقره دي عجبتك. ولو عايزين منها كتير سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. واتمنى طبعا لو عجبتك الحلقه تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزك تشترك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول. وان شاء الله في خلال الاجازه دي لو عرفت اطلع لايف ونتكلم مع بعض عشان هتوحشوني جدا وحياه ربنا. واحلى مسا عليكم. عايز ازود حاجه بقى في المقدمه، هقول لهم بالمناسبه في حلقه تبقى مفاجاه في نص الاجازه 18 19 20 وعلى واجب. يلا بقى نخش على الحلقه دلوقتي يا سعيد. يا سادعنا.